بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد. هل تعلم بأن أعظم مصيبة وأعظم بلية أن الناس يصدقون الإشاعات؟ الإشاعة تعتبر أكبر سلاح يتخذه الأعداء لكي يدخلون علينا المخاوف، لكي يفرقون الوحدة، ولكي يزعزعون الأمن. وكل هذه تتحقق بتصديق الإشاعة وبنشر الإشاعة وبجعل الإشاعة كأنها حقيقة. كيف ندفع ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. اليوم بحمد الله عز وجل في قضية اليوم فيروس كورونا مثلا، عندنا اليوم الناطق الرسمي من الدولة، عندنا أجهزة الدولة لها حسابات خاصة، وكذلك عندنا الأرقام الساخنة تستطيع أنك تتواصل مع الدولة وأن تتواصل مع المؤسسات التي تقوم بالرد على هذه الشبهات وتعطيك الحقائق من خلال تواصلك. لا تسيء إلى نفسك ولا إلى أسرتك ولا إلى مجتمعك بتصديق الإشاعة، وعلينا أن نتثبت وأن نتبين.